المادة المصورة التي نراها الآن مشاهدي الكرام هي مادة حية نبثها لكم لوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أتلانتا، حيث ستجرى المناظرة الرئاسية المرتقبة مع غريمه ومنافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذه المناظرة التي ينتظر ويتوقع أن يشاهدها حوالي 100 مليون من الأمريكيين وحول العالم هي لحظة حاسمة في عمر هذا السباق الانتخابي الرئاسي المحتدم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوقع بحسب المحللين أن تركز على 4 ملفات رئيسية: الاقتصاد الذي يراه الكثيرون متدهورا في الداخل الأمريكي، وبالطبع الملف الخارجي وعلى رأسه الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وهناك ملفان آخران يهتم بهما الأمريكيون اهتماما بالغا: ملف الهجرة وملف الإجهاض.